جامعة اسكندرية من أكبر الجامعات اللي بها أعداد وافدين على مستوى جمهورية مصر العربية. أنا بدأ الهيستوري بتاعي من الوافدين من زمان قوي، من 2006 كنت مدير البرنامج الدولي، وكنت البرنامج الدولي كان داخل فيه أول حاجة طلبة ماليزيين. ابتدى شوية شوية الجنسيات تزيد عندنا، مختلف بقى الجنسيات، وبعد كده طلعت مسكت إدارة الوافدين في الجامعة. أنا أول أستاذ يمسك إدارة الوافدين في الجامعة، ده بناء على تعليمات بقى معالي وزير التعليم العالي في انطلاق مبادرة إدرس في مصر بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي، الاهتمام بالطلبة الوافدين على مستوى جمهورية مصر العربية. فكان من ضمن التوجيهات الرئاسية والتعليمات إن احنا ننشئ إدارات للوافدين في كل جامعات مصر ومكاتب فرعية في الكلية، بنراعي أكاديميا وإداريا واجتماعيا وصحيا ويعني ترفيهيا وكل يعني حاجة. يعني انتوا لو كان عندكم مشاكل اخرى ملهاش علاقه بكليه الطب كنتوا بترجعوا للاداره؟ طبعا احنا بنرجع في مشاكل خاصه في مشاكل على دكتوره احنا زعلانين يعني احنا كنا نتواصل يعني مع الدكتوره هلا على الرقم الشخصي احيانا. دكتوره هلا والدتنا من يعني اقول لك احنا من اول ما اجينا 2014 والدتنا استلمتنا وهي بتخرجنا. فانا لا يعني انا معاهم فعلا كأم، لأن أنا حاسة بكل طلبة الوافدين دي وحاطة نفسي مكان أمهاتهم وأبهاتهم، وإن دول ولادي لو أنا ولادي اتغربوا هبقى عايزة حد يكون مهتم بيهم هناك. صحيح. فهم دول ولادنا هنا مفتقدين الأسرة، فلازم نكون لهم أسرة بديلة. يعني إدارة الوافدين فيها شق اللي هو لمرحلة البكالوريوس، مرحلة الدراسات العليا، جزء الأنشطة وجزء للتسويق، وجزء عندنا موظف مسؤول للجوازات عشان حتى يخلص لهم الجوازات بتاعتهم. احنا ابتدينا نهتم بالوافدين، والحمد لله من ظل يعني من بدايه اطلاق مبادره ادرس في مصر في 2019 حتى الان العدد تضاعف. عدد الوافدين عندنا دلوقتي في جامعه اسكندريه ما يقرب من 12000 وافد من اكثر من 70 جنسيه. يعني الشباب هنا دول جنسيات بسيطه، لا احنا عندنا جنسيات من افريقيا ومن اسيا ومن اوروبا من مختلف الجنسيات. وزي ما حضرتك تفضلتي قلتي مشاكل كتيره مختلفه، كل طالب بجنسيته له مشكله وكل كلية لها مشكلة. يعني احنا بنحل على مستوى الكليات وعلى مستوى الجنسيات وعلى مستوى الاندر او البوست جراديويت، يعني في مشاكل متعددة بالتأكيد. فالحمد لله احنا كجامعة اسكندرية وفقنا في هذا المجال، وان ادارة الوافدين استوعبت كل الطلبة الوافدين. يعني اي هوب ان احنا ما نكونش قصرنا معاك خالص يعني يا رب. سمعتي عن منصة مبادرة ادرس في مصر؟ طبعا سمعت، ومتحمسة بجد ان اخيرا ممكن ندرس في مصر وكمان نقدم اونلاين. وانا كمان مهتمة بالموضوع، بس تعرفي ممكن نقدم ازاي؟ انا سمعت انك ممكن تقدم من اي مكان في العالم من خلال المنصة الجديدة الخاصة بالمبادرة. فعلا؟ طب ازاي؟ ادخل على www.studyinegypt.gov.eg، وبمجرد ما تعمل حساب ليك هتقدر تختار من بين خدمات كتير هتساعدك في التعرف على خطوات التقديم والوصول لكل المعلومات اللي انت محتاجها بكل سهولة. وده لكل البرامج التعليمية ولا مقتصر على برامج معينة؟ كل البرامج والدورات المختلفة. لو مهتم تعرف أكتر هتلاقي كل البرامج المقدمة من أكتر من 300 جامعة ومعهد على المنصة، ده غير إن فيها معلومات كتير عن الحياة في مصر، ودي أحسن حاجة في الموضوع. أنا لسه داخل على المنصة، ده بجد الموضوع سهل جدا. ده انت تقدري تعملي طلب الالتحاق وتعديل الترشيح وإعادة الترشيح وتأجيل القيد، وكمان تدفعي أونلاين. مش بس كده، أنا لقيت خدمات كتير في مرحلة ما بعد التقديم لحد الأماكن اللي ممكن تزورها في مصر وحاجات تانية كتير، كله موجود على المنصة. أنا فعلا عملت حساب خاص بخطوات سهلة وبسيطة، هتملي بياناتك الشخصية بالتفصيل وهيبقى عندك حساب خاص بيكي على المنصة. أنا حاسة إني لقيت اللي بدور عليه، سياحة وتعليم. وبكده هتبدأ رحلتنا لمصر